سلاماً لكل من سأل لقلبه السلام، ورحمة الله على الخلائق أجمعين. من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، والحكمة هي إعمال العقل فيما يسمع أو يرى للتدبر والعظة وتقليل الخطأ. من قصص الأنبياء هناخد العبرة والعظة بمنظور إنساني عاطفي عقلي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والأنبياء. دار الزمان دورته، ومرت سنين وسنين، ولد رجال ومات رجال، وجاء بعد قوم عاد قوم ثمود وعبدوا الأصنام، فأرسل الله إليهم سيدنا صالح. أنت أخير الناس، أنقاهم وأحكمهم وأكرمهم، ما دمت ما بتقربش ولا بتتعارض مع مصالحهم. لو ده حصل يعلنوا عليك الحرب بكل الأساليب. يا صالح، قد كنت فينا مرجوا. كان سيدنا صالح مرجوا في قومه لعلمه وعقله وصدقه، بس ده كان قبل ما يقول كلمة الحق، كلمة اللي بيقولها كل نبي بلا تبديل ولا تغيير: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هنا ما بقاش صالح اللي بيحبوه ويمدحوه، لا، ده بقى عدوهم اللي بيدعوهم للتمرد على ما وجدوا عليه آباءهم من عبادة الأصنام. كل رفضهم للدعوة هي إنهم اعتادوا على ما ورثوه من الآباء، والعادة تفعل في الإنسان فعلها القوي. هكذا يفعل التقليد، يصدقه العقل ويجعله مذهباً ويقيناً راسخاً. تبديله بيحتاج لجهاد النفس قبل الشيطان. كانوا بيشكوا في دعوة سيدنا صالح واعتقدوا إنه مسحور، وطلبوه بمعجزة تثبت إنه فعلاً رسول من عند الله. استجاب ربنا لطلبهم وجعل المعجزة: ناقة خرجت من صخرة في قلب الجبل، انشقت الصخرة وخرجت منها الناقة. بعد قوة جثمان قوم عاد واللي كانوا بيسكنوا الخيام ذات الأوتاد القوية، إلا إنها لم تصمد أمام رياح غضب الله. جه قوم ثمود ونحتوا في الجبال بيوت عظيمة وقصور يسكنوا فيها، واستخدموا الصخور في البناء، كانوا أقوياء. ربنا فتح عليهم ورزقهم من كل شيء. فلما يشوفوا ناقة بتشق صخرة في قلب الجبل وتخرج، يبقى معجزة. ناقة لم تولد بالطرق المعروفة، لأ، هي ظهرت كده. يقال إن معجزة تانية كانت في الناقة، إنها كانت بتشرب مية البير كله لوحدها في يوم واحد، وتدر لبن يكفي في اليوم الواحد الناس جميعاً. ناقة وصفها الله بأنها ناقة الله، أضافها لنفسه سبحانه، يعني أنها ليست ناقة عادية، وإنما هي معجزة من عند الله. في المطلق وخارج قوم ثمود، خلق حيوان كالإبل معجزة، معجزة قدمت على رفع السماوات وانتصاب الجبال. فقد قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. فالناقة لقوم صالح هي معجزة فوق المعجزة. صدر الأمر الإلهي لقوم ثمود بألا يقربوا هذه الناقة، وأن يتركوها تأكل من خيرات الله في الأرض، ولو مسوها بسوء سينالهم عذاب أليم. في أول الأمر اندهش قوم ثمود وصدقوا إنها معجزة، بعدين بدأوا يتضرروا من وجودها، فكانت لو نامت في مكان هجرته كل الحيوانات التانية اللي بيملكوها، وتحولت الكراهية من سيدنا صالح لناقة الله، وبدأوا ينسجوا خيوط المؤامرة للتخلص من الناقة. وطبيعي زي كل قصص الأنبياء السابقة، إن التدبير للخلاص من النبي ودعوة الحق بتيجي من رؤوس القوم. الكبر والاستعلاء دايما بداية النهاية. شفنا البداية، والحلقة الجاية هنشوف النهاية. إلى اللقاء.